يقول هذا السائل: يعتقد كثير من الحجاج سماحة الشيخ أن من تمام الحج وكماله زيارة المسجد النبوي الشريف، وإن لم يزره لم يكن قد حج، فما توجه؟ هذا غلط، ليس من شرط الحج ولا من واجباته ولا سنة زيارة المدينة. المدينة مستقلة، زيارة المدينة سنة مستقلة، يستحب زيارة المدينة والمسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من بلده رأسا إلى المدينة ولو ما جاء الحج، إذا كان قد حج. المقصود أن زيارة المسجد النبوي ليس مربوطا بزيارة بالحج، لكن الغالب الناس على الناس إذا جاءوا للحج سهل عليهم زيارة المسجد النبوي، وإلا فليس شرط، لو حج وذهب إلى وطنه فلا نقص عليه والحمد لله. لكن إذا زار المسجد النبوي يكون أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسد الرحال إلا ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالسنة زيارة المسجد النبوي إذا تيسر ذلك، وإذا زار المسجد صلى فيه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه رضي الله عنهما، سلم على أهل البقيع وعلى الشهداء، واستحب أن يزور مسجد قباء أيضا ويصلي فيه، كل هذا سنة. لكن مو بشرط في الحج، لو في غير الحج، لو جاء بشهر مستقل، وإذا جاء الحج ثم زار المدينة خير إلى خير. حفظكم الله سماحة الشيخ، لكن ألا ترون أن بعض العلماء الذين صنفوا في كتب المناسك يختمون أو يكتبون بفضل زيارة المسجد النبوي، ألا ترون يا سماحة الشيخ أن هذا من أسباب فهم الحجاج؟ لأن هذا أسهل على الناس، يجب للحج من الشام أو من اليمن أو من جهات بعيدة، أسهل عليهم يزوروا المدينة، لأن قصد المدينة بشهر مستقل قد لا يتيسر لهم. لكن إذا جاءوا إلى الحج كان زيارة المسجد النبوي أيسر، ولهذا ذكر العلماء الزيارة في الحج في أبواب الحج كتاب الحج، لكن الزيارة أسهل على الحجاج. نعم، إذا جاءوا لمكة ما بقي عليهم إلا مسافة قصيرة ويأتون المسجد النبوي، هذا السبب، ولا مهم ليس مربوطا بالحج. طيب، زيارة المسجد النبوي غير مربوطة بالحج، لو زار زيارة مستقلة ليس مع الحج فهو سنة مستقلة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.